متابعي قناة الأهلي في كل مكان، الأهلي والأسيوطي في الجولة 24 من بطولة الدوري العام استاد برج العرب في الساعة 5:15. بكل توفيق في البداية كالعادة لفريق النادي الأهلي في هذه المباراة. النادي الأهلي بيأدي أداء رائع، نتائج مميزة تحت قيادة الكابتن حسام البدري، وأكيد النهاردة مباراة لا تقل أهمية عن كافة المباريات نظرا للمستوى المميز الذي يقدمه نادي الأسيوطي، وأيضا الكابتن علي ماهر المدير الفني لفريق نادي الأسيوطي. زي ما بنشوف نتائج مميزة، النادي الأهلي بيدخل هذه المباراة برصيد 60 نقطة، نادي الأسيوطي بيدخل هذه المباراه بنتيجه 29 نقطه وفي المركز ال11، وكالعاده النادي الاهلي هو متصدر بطوله الدوري العام. لو ببدا معاكم طبعا سريعا بالقائمه الخاصه بمباراه النادي الاهلي اللي تم اختيارها من الكابتن حسام البدري: الشناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي حراسه المرمى، حسام غالي، حسام عاشور، احمد فتحي، محمد هاني، محمد نجيب، هشام محمد، جونيور اجاي واكرم توفيق، ايمن اشرف وعبد الله السعيد، وليد سليمان، وليد ازارو، صبري رحيل، صلاح محسن وعمرو السليه، احمد حمودي، بكماني، كريم نيدفيد، واسلام محارب. غيابات عديده بتضرب فريق النادي الاهلي اليوم سواء للرؤيه الفنيه او للاصابات. لو بنتكلم طبعا على الاصابات واللعيبه العائده من الاصابه على راسهم طبعا كل من سعد سمير وعلي معلول واحمد حمدي وميدو جابر ومروان محسن وباسم علي. يمكن اشتكى ميدو جابر وباسم علي خلال الايام الماضيه على الاصابه اجهاد كبير بيضرب ميدو جابر في العضله الخلفيه، باسم علي ايضا كمان في العضله الخلفيه. ده بيعود بشكل كبير للضغط الكبير للمباريات، تلاحم كبير للمباريات. بنشوف النادي الاهلي بيأدي اداء كل 3 ايام مباراه، فاكيد بيكون في تاثير كبير على اللاعبين، لكن يمكن كان في التقاط للانفاس البسيط من الكابتن حسام البدري ان هو اعطى اللاعبين بعض الراحه في التدريبات الجماعيه. كان بيقسم التدريب قسمين، قسم طبعا لكل اللاعبين اللي بتأدي بصفه مستمره، بيحاول ان هو تدريبات خفيفه نظرا للاجهاد. يمكن الكابتن حسام البدري في هذه اللحظات محاضره فنيه مهمه طبعا لوضع النقاط طبعا فوق الحروف على فريق نادي الاسيوطي، وايضا كل النقاط القوه الضعف لفريق نادي الاسيوطي. بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، وثلاث نقاط يكونوا هامين جدا في جعبه النادي الاهلي في مشواره نحو الحفاظ على بطوله لقب الدوري العام. اكيد هنكون مستمرين معاكم كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان هنا من فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه.